أورو 2024. هذا الأورو متميز، أهداف كثيرة، فرق كثيرة، مستوى رهيب، عالي جدا جدا. فرق تفجرت، جورجيا، تركيا، سلوفينيا، فرق كبرى ومؤهلة للفوز بهذه البطولة، لكن للأسف لم تظهر بالوجه الذي نريده أو الوجه الذي يتوقعه الجمهور. الفريق الإنجليزي المرشح رقم واحد للأسف لم يعطي هيبة المنتخب الإنجليزي، ولو أنهم يعني الهيبة لا توجد، لأنهم فقدوا سنوات، عشرات السنين لم يتحصلوا على أي كأس. الفريق الفرنسي غير متوازن، الفريق الألماني ظهر بخطوات ثقيلة لكن دائما، الفريق البرتغالي برغم أنه ترشح، الفريق الإسباني أبهر الجميع، إيطاليا ظهرت بوجه الشاحن كما يتوقع المحللين والجمهور الرياضي يتوقع فوز الفريق الإسباني والذي ظهر بوجه مشرف جدا جدا. لكن كرة القدم لا تدري من أين تأتي المفاجآت، لا تستطيع أن تشطب المنتخب البرتغالي بنجومه، لا تأمن مكر رونالدو أمام المرمى، تأمن كل شيء إلا مكر رونالدو أمام المرأة لا تأمن أمام المرمى لا تأمنه، لأنه لا أدري، رونالدو هو الهداف التاريخي للأمم للمنتخبات الوطنية والهداف التاريخي للشامبيونز ليج، ويعني أرقام فلكية لا يصارعه أحد سوى ميسي. لذلك أتوقع من المنتخب البرتغالي سوف يتقدم إلى الأدوار الأولى، المنتخب الألماني كذلك، منتخب فرنسا، إنجلترا. إنجلترا للأسف برغم كل النجوم، جود بيلينغهام، هاري كين، فودن، يعني كل هذه الكوكب من النجوم، لكن لا توجد روح، لا يوجد تنسيق، لا يوجد قائد حقيقي للفريق يقود الفريق نحو التتويج وأرجع الكأس.